بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن التراي داتا ستراكشر او الليتر تري. دوت واحد من اسهل الداتا ستراكشرز اللي موجوده. الداتا ستراكشر دوت مع ذلك يعتبر فيري باورفول. هو بيسمح لنا ان احنا نضيف سترينجز ونسيرش عليها في اوردر اللينث بتاع الكلمه، وهو بيمثل الكلمات كلها بمنظر تري. هنشوف ازاي بيقاد الاليمنتس دي element by element علشان نتفرج عليه بمنتهى السهوله. انيشالي معانا الروت، ده بيبقى فاضي مش فيش اي حاجه. تعالى نتخيل ان احنا طلب مننا ان احنا نضيف في الديكشنري بتاعنا كلمه اي بي سي دي. بنقف عند الروت نقول له انت عندك برانش اسمه ايه؟ بيقول لي لا. فبقول له اعمل ايه؟ ايه انت عندك بي؟ لا. بي عندك سي؟ لا. سي عندك دي؟ لا. دي اخر حاجه؟ اه. فبنعلم دي ان دي نهايه كلمه، زي مثلا بفلاج بوليان ولا حاجه. بعد كده مثلا طلب مننا ان احنا نضيف كلمه اكس واي زد. نفس الكلام، نقف من عند الروت، انت عندك اكس؟ لا اعمله. عندك واي؟ لا اعمله. عندك زد؟ لا اعمله. وعلمه ايه ككلمه. دلوقتي طلب مني اي بي اف، بيجي هنا عند الروت يقول له عندك ايه؟ يقول له اه. عندك بي؟ يقول له اه. عندك اف؟ يقول له لا. يقول له اعملها ويديها لون احمر. يجي بعد كده مثلا يقول له اكس ان، يقول لك عندك اكس؟ اه. عندك ان؟ لا. اعملها واديها ايه؟ ريد كلر. اند سو اون. زي ما انت شايف كده، كلمه مثلا زي اي بي سي دي وكلمه زي اي بي اف استفدنا ميزه كويسه جدا، ان احنا قدرنا ايه؟ قدرنا يبقى عندنا كومن برانش ميو، فده بيفرق معانا في الميموري. الحاجه الثانيه المهمه ان احنا لما كنا بنضيف السترنج كنا بنضيفه بالترتيب كده ورا بعض بسهوله جدا، ونقدر طبعا لما ندور عليه ندور عليه بالترتيب ده بسهوله جدا. طيب تعال نكمل. اي بي عندك ايه؟ لا. عندي عندك ايه؟ اه. عندك بي؟ اه. خلاص خلصنا. علم البي دي كمان ايه؟ احمر. كل لون هنا مختلف معناه ان احنا عندنا اربع كلمات لحد دلوقتي. اخيرا بي سي دي، عندك بي؟ لا. عندك سي؟ لا. عندك دي؟ لا. ايه كريت. لاحظ هنا ان هنا كان في بي سي دي، بس البي سي دي دي مش فوق، مش دايركت فوق البرانش. كده احنا عندنا فيري سامبل تري. خلي بالك زي ما اتفقنا ان احنا بنضيف الكلمه بمجرد لينير تريسنج ليها ندخلها. ده كده معناه ان احنا نقدر نعرف هل اي بريفكس موجود ولا لا. يعني افرض حد بيقول لك هل الاكس واي بريفكس موجود ولا لا، اشوف هل الاكس موجود اه، هل الواي موجود اه، يبقى البريفكس ده موجود. حد بيقول لك هل الكلمه اي بي سي موجوده ولا لا، اي موجوده اه، بي موجوده اه، سي موجوده اه، هل السي نهايتها كالرد فلاجد انها كلمه، لا خلاص. يبقى انا اقدر اعرف ان هل الكلمه موجوده ولا لا، وهل البريفكس موجود ولا لا. طبعا ممكن هنا كل نود من دول مثلا يبقى فيها كمان كاونتر بيقول فيه كم مره وصلت. فلو قال لك دخل اي بي سي دي حطيت هنا واحد، قال لك دخل اي بي سي دي زودت الواحد بقى اتنين، فتقدر كمان تعرف الايه؟ تقدر تعرف الكاونتر. وازاي بنعرف الاتنين دول؟ عن طريق مجرد سمبل تريس من الروت لحد الايه؟ الليف. وبالتالي كل الاوبريشنز تقريبا بتبقى في اوردر ال، الا لو انت بس عايز تطبع كل السترنجات فتبقى اوردر ايه؟ اوردر اس. طيب الكلام ده خلي بالك ان هو كده حافظ على ميموري، زي ما اتفقنا ان هنا الكلام ده يعني الاي بي دي كبريفكس ما عملناش اي ميموري جديده، واي بي اف دي كانت شيرد في الاي بي وهكذا. طيب الامبلمنتيشن بتاع الكلام دوت زي ما انت شايف هي مجرد تري بس. مثلا شبه الباينري سيرش، الباينري سيرش كان عنده تو تشيلدرن، ده عنده تشيلدرن بناء على عدد الحروف اللي يوزد بير النود ديت. طيب في تو ابروتشز، يا اما تكون فارق معاك الميموري بتاعتك يا اما ما تكونش فارق. لو مش فارق معاك الميموري اللي هو الاوبشن الثاني ده، ببساطه شديده ممكن تعرف اري اوف نودز السايز بتاع عدد الكاركترز. افرض مثلا ان الكاركترز اللي انت تستخدمهم ال 26 حرف السمول، هتعرف اري اوف 26 انيشالي كله بنالز مثلا، بحيث ان اي اوف 0 بتمثل الحرف كاركتر اي، اي اوف 1 بتمثل الكاركتر بي، اند سو اون. فانت تقدر تخش تشيك اي سيل هل هي بنال، لو بنال يبقى موجود، لو مش بنال ممكن. طيب عيب الابروتش دي ان لو التري طويله تبقى انت عملت كارت ميموري ضخمه جدا على الفاضي. طيب ميزتها انك انت بتقدر تعرف في او 1 الشيلدرن ده موجود ولا مش موجود. طب لو انت لا فارق معاك الميموري، يا اما تعمل لينكد ليست بالاليمنتس اللي عندك بس، او الافضل انك تعمل ماب. يعني هاجي هنا عند الروت ويبقى عندي ماب فيها ثلاث حاجات، ماب اوف ايه فيها التري دي، وماب اوف ماب اوف بي عندها ده، وماب اوف ايه عندها ده، وماب اوف اكس عندها ده. ففلوج ان تقدر تسال عندنا بي ولا لا، عندنا اتش ولا لا، ان سو اون. طيب يبقى بالمنظر دوت احنا بنقدر نوفر الميموري، فالتري فعلا هي الشكل ده، لكن زاد عليك الايشو بتاع اللوج ان في الايه؟ في الميموري. طيب
انت الانسرز المختلفه اللي انت محتاجها بتعبر عنها بفاريبل، يعني محتاج مثلا تعرف هل الكلمه فول موجوده ولا لا، بتحتاج تعرف بوليان فاريبل لحاجه زي كده في النود. عايز تعرف كم مره جت، تحتاج تعرف الفريكوانسي بتاعها وهكذا. طيب تعال نبص على سورس كود ونشوف ازاي الامبلمنتيشن بتاع حاجه زي كده بيتعمل ببساطه. انا هعرف هنا ماكس كاركتر 26 وهاخد الابروتش بتاعت الميموري الاكبر والافشنسي الاسرع في ان احنا نعرف النود موجوده ولا لا. هعرف عندي جوه التراي دي زي ما كنا بنعرف زمان نود بوينتر ليفت ورايت، هعرف عندي تراي بوينتر تشايلد اوف 26، وهعرف في كل نود بوليان اسمه از ليف. ميزه البوليان ده انه يقول لي النود دي نهايه كلمه ولا لا. الكونستراكتور بتاعي هحط البتاع ده كله بنال، واحط الايز ليف بتاعي بايه؟ بصفر. اليوزر تحت هيكريت انستنس من الروت دوت ويبتدي يعمل انسرشن وهيتشيك على شويه كلمات هل هي اكزيست، وشيت على شويه البريفكسز هل هي اكزيست ولا لا. فعايزين نمبلمنت ثلاثه فانكشنز. الانسرت هتبقى عامله ازاي؟ الانسرت هتبقى بالبساطه دي، سيبك من الاف كونديشن ده دلوقتي. ادي كاركتر بوينتر سترنج اللي احنا عايزين ننسرته، هاخد اول كاركتر منه، يعني هجيب الكاركتر شيل منه الايه عشان ايه احوله في رينج 6 0 25. هقول له لو الشايلد اوف الكاركتر ده بصفر، يعني المكان ده بنال فاضي مش موجود، يبقى احنا محتاجين نكريت انستنس اوف تري هنا. وبعدين ناخد الانستنس ده ونقول له انسرت الحرف اللي بعد كده، بس كده خلاص. طب افرض كان الشايلد ده موجود قبل كده، يبقى مش هنخش هو موجود قبل كده، هنروح واخدين الشايلد اوف كاركتر ده ونروح عاملين له ايه انسرت. نفضل نعمل كده كاننا بنموف من حرف اللي بعده لحد ما الحرف ده ايه؟ لحد ما السترنج ده يخلص. بمجرد ما ان السترنج ده يخلص نروح معلمين النود دي ان الايز ليف بتاعها بايه؟ ب1. كده احنا قدرنا نعمل انسرشن للايه؟ للكلمه بمنتهى البساطه. كان معايا A وبي وسي ودي، هقف عند الروت هقول له عندك ايه؟ هيقول لي نال، هقول له كاريت ايه، وبعدين هقف من عند الايه نفسها واقول له انسرت السترنج اللي اسمه بي سي دي، واروح عند الايه اقول له عندك بي، يقول لي لا، راح قايل لي كاريت بي، وبعدين يروح قايل للبي نفسها انسرت سي دي، وهكذا لحد ما يوصل للنقطه. كده احنا بالمنظر ده كنا عملنا بيلدنج للتري، بنبني التري في اوردر اللينس بتاع السترنجات، والانسيرشن الواحده اوردر اللينس بتاع السترنج. طيب ازاي تشيك ان الكلمه نفسها اكزيست؟ بمنتهى البساطه انا برضه هتريس عليها حرف بر حرف، لو جيت في النص لقيت ان الحرف مش موجود هرجع، لو وصلت للاخر والحرف ما كانش بايز ليف بوان هرجع بفولس. يعني انا هعمل ايه؟ سيبك من الكونديشن ده دلوقتي، هجيب الكاركتر اللي عليه الدور اللي هو موجود عندي دوت وهاخد منه البوزيشن بتاعه. لو المكان ده بنال يبقى البوزيشن ده ما اتكريتش اساسا، ريتيرن فولس. غير كده هروح على التشايلد بتاعي ده واقول له لو سمحت كمل بقيه السترنج عندك، لحد ما نوصل لان السترنج نفسه خلص، فانا راجع از ليف. فايز ليف لو بترو هيبقى موجود، لو بفولس مش موجود. طيب لو انا بقى كنت عايز اتشيك هل البريفكس موجود ولا لا، يعني بدل ما تشيك على اي بي سي دي عايز اعرف هل اي بي سي موجود ولا لا، نفس الكود بالظبط، لكن الفارق ان بمجرد ما نوصل للنال بنرجع ترو، سواء ان البتاع كان فعلا كلمه موجوده او كلمه مش ايه او مش كلمه موجوده. بس ده الكود بتاع الليتر تري، از فيري سامبل، بينفعنا في مسائل كتير، از فيري افيشنت. ممكن يعني لو انت عايز تمبلمنت مثلا نفس البروجرام اللي عايز تشيك على وجود شويه كلمات وتشيك على شويه بريفكسز، فافرض مثلا هتعمل ده بست، سيت اوف سترينجز، فالست علشان تدور على الكلمه هتبقى في لوج ان ده عدد الكلمات، فلو الان مثلا دي كانت بمثلا مليون كلمه يبقى انت الاوردر بتاع ايه؟ اوردر اوف مليون، لوج اوف مليون اللي هو ب 20. لكن لو كل كلمه منهم كانت 5 حروف فالسيرش دي هتبقى اوردر اوف 5 بس. طب لو انت بقى عايز تسيرش هل البريفكس موجود ولا لا، مش هتعرف بسهوله اساسا، هتضطر بقى تمسك البريفكس ده ويعني تحاول تعمل باينري سيرش على الست اللي معاك وكلام منه. بس ده الموضوع بتاع الليتر تري. سلام عليكم.